بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد حياكم الله احبتي في الله في مذاكره الاحاديث الصحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم التي هي بيان لسنته وبيان الى الطريق الموصل الى الله جل وعلا وصلنا واياكم الى الحديث الخامس من احاديث الاربعين النوويه وهو حديث امنا عائشه رضي الله عنها ام المؤمنين انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وفي روايه لمسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. هذا الحديث ايها الاحبه يضم الى الحديث الاول من احاديث الاربعين النوويه التي سبق الكلام عنها وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات بمعنى استقامه القلب على اراده ما عند الله سبحانه وتعالى واما هذا الحديث وهو استقامه العمل على سنه النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا يكون العمل مقبولا لان شرطي قبول العمل الاخلاص وهذا في قوله انما الاعمال بالنيات والشرط الثاني المتابعه للنبي صلى الله عليه وسلم بمعنى انه لا يحدث في امر الدين وانما يتبع ما جاء به رسول رب العالمين عليه الصلاه والسلام. ففي قول عائشه رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احدث في امرنا ما ليس منه فهو رد وقوله من احدث في امرنا اي في شرعنا في شرع الله جل وعلا وفي الشريعه التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم امرا ليس عليه دليل من كتاب ولا سنه لان العبادات توقيفيه على ما كان في الكتاب وعلى من وعلى ما كان في السنه فقد ابتدع واحدث في الدين ما ليس منه فكان ذلك العمل مردود على صاحبه وربما ان البعض يقول انا لم احدث هذا العمل هذه البدعه لست انا التي احدثتها ولكن احدثها الاوائل وانا اعمل بها فيرد عليه بالحديث الثاني في روايه مسلم قال: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، فدل هذا على ان اذا كان العمل احدثه الغير وانت قمت بعمله تقليدا لهم فانك تلحق بهم في البدعه وكذلك اذا كنت انت من احدث العمل فانك ايضا تكون مبتدعا بدلاله الحديث الذي في البخاري ومسلم. فاذا مختصر القول ايها الاحبه في قول النبي صلى الله عليه وسلم من احدث اي من ابتدع وجاء بعمل جديد ليس عليه دليل من الكتاب والسنه فقد احدث في الدين وابتدع وعمله مردود على صاحبه. واذا كان ذلك لم يحدث وانما قلد الاخرين فيرد عليه من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد فاعظم فائده في هذا الحديث ايها الاحبه اننا نتتبع سنه النبي عليه الصلاه والسلام حتى نفوز بقبول ذلك العمل فان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله فالذي يبتدع وليس هناك بدعه بدعه حسنه وبدعه سيئه فكل البدع سيئه بدلاله هذا الحديث كاحياء المولد النبوي او ليله الاسراء والمعراج فان المولد النبوي لم يفعله الصحابه ولا التابعين ولا العلماء وانما احدثه طائفه من الناس ليس لهم دليل من كتاب ولا سنه فيرد عليهم بهذا الحديث ثم ايضا من قال انني اعمل تلك الاعمال بدعه المولد النبوي محبه للنبي صلى الله عليه وسلم فنرد له ان المحبه دليلها الطاعه، لو كان حبك صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطيع، ونطيع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث باننا لا نحدث في دينه ما ليس منه تلك المحبه الصادقه والمحبه الحقيقيه ان نتمسك بما كان عليه ولذلك قال السلف من تمسك بالسنه قادته الى الجنه اسال الله باسماء الحسنى وصفات العلا ان يوفقني واياكم الى الهدايه الى سنه الحبيب عليه الصلاه والسلام وان نكون ممن يشرب من حوضه يوم القيامه شربه لا نظمأ بعدها ابدا ولا نكون ممن قال فيهم سحقا سحقا لمن بدل وغير واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.